تصريحات خطيرة من الفريق كامل الوزير وزيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو من تاني، بس ليه؟ وهل ده قرار نهائي؟ والأسعار الجديدة لتذاكر المترو هتبقى كام؟ طيب إيه تفسير الوزير لحجم القروض اللي خدتها وزارة النقل بالدولار؟ أنا قايل وليلي كملوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. الحكومة بتفكر تزود أسعار تذاكر المترو تاني مع بداية شهر يوليو الجاي مع افتتاح المرحلة الثالثة. طبعا أنت بتسأل ليه وده ما عداش حاجة على آخر زيادة. وزير النقل في مقابلة مع أحمد موسى قال إن أسعار تذاكر المترو ثابتة وما زادتش من يوليو اللي فات، لكن في المقابل التكلفة زادت سواء بقى بسبب زيادة المرتبات أو زيادة أسعار الكهرباء المستخدمة لتشغيل المحطات أو زيادة أسعار قطع الغيار. كل ده رفع تكلفة التشغيل وفي المقابل أسعار التذاكر ثابتة. علشان كده الوزارة هتدرس إمكانية زيادة أسعار التذاكر الفترة الجاية، وده بنسبة ممكن تتراوح من 10 ل 15% تقريبا، والهدف من ده كله إيه؟ تغطية المصاريف. أيوة زي ما سمعت، الفريق كامل الوزير بيأكد إن كل هدف إن الفلوس بتاعة التذاكر مع فلوس الإعلانات وتمن إيجارات المحلات والمطاعم يدوب بتغطي تكاليف مصاريف التشغيل وبيخليه عنده السيولة الكافية لدفع مرتبات الموظفين وتنفيذ الصيانة اللازمة للمحطات، لكن لغاية دلوقتي الهيئة أصلاً ما بتكسبش. بدأت الوزارة خلال الساعات اللي فاتت تشغيل 5 محطات مترو جديدة ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو في منطقة الجيزة، والبداية من محطة التوفيقية وبعدين وادي النيل مروراً بجامعة الدول العربية ومحطة بولاية دكرور واللي بتخدم منطقة مهمة جداً وصولاً إلى محطة جامعة القاهرة. لغاية دلوقتي سعر تذاكر المترو عند استقلال 9 محطات بيكون 6 جنيه وال16 محطة ب 8 جنيه، في حين أن سعر التذكرة ل 23 محطة 12 جنيه وعند استقلال 34 محطة أو أكتر بيكون سعر التذكرة 15 جنيه. بالنسبة لأسعار اشتراكات مترو الأنفاق، فحسب رئيس هيئة الأنفاق اللي فوق سن 70 بيتم قطع اشتراك ليه مجانا وبيتم تخصيص اشتراك المترو للطلاب بسعر منخفض. لما تسأل الوزير عن مصدر فلوس تطوير المشاريع، وزير النقل قال ان جزء منها محلي وجزء منها قروض من الخارج، وتم الحصول على قرض من فرنسا لإعادة تأهيل الخط الأول للمترو مدته 40 سنة من 15 سنة فترة سماح على أساس يبدأ التسديد بعد 15 سنة بفايدة أقل من 1%. وحسب الوزير الشركات العالمية حريصة على التواجد في المشروعات التنموية العملاقة في مصر، وأكد أن قروض وزارة النقل فايدتها معدومة وعلى فترات سداد طويلة جدا، كما الحصول على قروض من دول عديدة بتقوي العلاقات معها. أي مشروع لي مكون محلي، يعني الشركات المصرية شغالة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، 35% من تكاليف القطار السريع بالعملة الصعبة. ده غير أن الحصول على قروض تنموية بفايدة ضعيفة بيساعد على توطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية. وتم إنشاء مجمع مصانع فرنسية في برج العرب ومصنع تالكو الأسباني في كوم أبو رادي، ومصر بقت تصدر الصناعات المغذية للقطارات للمجر وإسبانيا. أنت بقى بتدفع كام لمواصلاتك ومواصلات عيلتك كل يوم؟ طب إيه رأيك لو الحكومة فعلاً أعلنت زيادة أسعار تذاكر المترو في يوليو الجاي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.